العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن، وفيه مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن العراقي خلال المواجهات في العاصمة بغداد. وزارة الدفاع اليمنية تعلن انسحابات تكتيكية لبعض وحداتها في مواقع المواجهات مع الحوثيين بنهم شرق صنعاء، ووزارة خارجية الحكومة الشرعية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية انهيار جهود السلام. إردوغان وميركل يشددان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، والرئيس التركي يتعهد بالوقوف إلى جانب رئيس حكومة الوفاق على الجبهات. ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 26 في الصين، ومنظمة الصحة العالمية تقول إنه من المبكر جدا اعتبار الفيروس حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي. أهلا بكم. تفيد الأنباء الواردة من العراق بمقتل متظاهرين وسط العاصمة بغداد على يد قوات الأمن أثناء فض الاحتجاجات، ومن جانبهم أفاد شهود عيان من المتظاهرين أن القتلى والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن في ساحة الكيلاني القريبة من شارع محمد القاسم السريع وسط بغداد. وأضاف الشهود أن عمليات كر وفر وقعت بين المتظاهرين وأفراد الأمن على طريق محمد القاسم وامتدت إلى ساحة الكيلاني، وهناك بدأت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. من جانبه حتى المرجع الأعلى لشيعة العراق آيت الله علي السيستاني الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الارتهانات للقوى الخارجية. المزيد معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، دعنا في صورة هذه التطورات التي يشهدها الشارع العراقي، وماذا التعبئة فيما يخص هذه المظاهرات التي كانت موجهة للاحتجاج على الحضور والوجود الأمريكي في العراق؟ كمال، المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كانت حاشدة اليوم بمشاركة أنصاره في بغداد والذين قدموا من المحافظات الوسطى والجنوبية، بمشاركة للمرة الأولى من أنصار الحشد الشعبي في ذات التظاهرة. المطالبات والهتافات والرايات التي رفعت تؤكد بمجملها على مطلب أساسي وحيد، هو خروج القوات الأمريكية من العراق التي يتهمونها بخرق الدستور العراقي. هذه التظاهرة استمرت لعدة ساعات منذ صبيحة هذا اليوم وحتى ساعات الظهيرة، وتحديدا عند صلاة الظهر بالتوقيت المحلي أعقبها مواجهات على الطرف الآخر، وتحديدا بين المحتجين من جهة وبين قوات الأمن، وتحديدا قبل دقائق أسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة ستة آخرين، إصابة اثنين منهم خطرة بحسب المشافي والمصادر الطبية. هذه المواجهات كمال تتجدد بعد محاولات المحتجين لبسط سيطرتهم على الطريق السريع محمد القاسم الذي يسور محيط العاصمة بغداد، ضمن محاولاتهم لشل حركة المرور عليه. بالتالي قوات الأمن دائما ما تتعامل معهم، هذه القوات التي أدخلت في حالة إنذار قصوى والتي نشرت على شكل شريط على مسافات متباعدة، يحاول المحتجون خرق هذه الإجراءات عبر بسط سيطرتهم بين حين وآخر. الأعنف في هذه المواجهات حصل قبل قليل، وكما ذكرت أسفر عن قتيلين. هذه الصدامات والمناوشات تهدأ وتتطور بحسب ساعات المقبلة. هنالك تأكيدات من تنسيقيات المظاهرات بأن هذا التصعيد لن يتوقف خلال ساعات الليل، خلال الساعات المقبلة تحديدا. هل يمكن أن تضعنا في صورة المظاهرات في مناطق أخرى خارج العاصمة العراقية بغداد؟
الاحتجاجات كمال على حالها في اليوم الخامس من تصعيد فعاليات الحراك الشعبي، هنالك مواصلة لقطع الطرق، تعطيل الدوام في القطاع الحكومي وبضمنها طبعا المدارس والجامعات، محاولات المتظاهرين تزداد ومعها تزداد حماستهم، كلما ازدادت أعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات. نتحدث عن محافظات جنوب غربي بغداد وجنوبها بدءا من بابل مرورا بالنجف وكربلاء وذي قار وواسط وصولا إلى الناصرية وميسان والبصرة التي تشهد على التوالي تفعيلا أو تصعيدا في هذه الفعاليات، فعاليات الحراك الشعبي التي يريد من خلالها المحتجون إيصال رسالة إلى الرأي العام المحلي والدولي بأن احتجاجاتهم متواصلة رغم تجاوزها 3 أشهر، وهي محاولة أو رسالة للفت انتباه صناع القرار العراقي الذين يقول المحتجون بأنهم لا يكترثون لمطالبهم. من بغداد مراسلنا طارق ماهر، شكرا جزيلا لك. وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك آلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصار الحشد الشعبي في مظاهرة حاشدة في ساحة الحسين وسط بغداد. المظاهرة التي استمرت لبضع ساعات ردد خلالها المحتجون هتافات وحملوا شعارات تطالب بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. السيادة هي العنوان الذي جمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع أنصار الحشد الشعبي للمرة الأولى، الطرفان متفقان على إخراج القوات الأمريكية التي تخرق سيادة البلاد. والله هاي المظاهرة طالعين لإخراج المحتل الأمريكي، لأن المحتل الأمريكي من الجانب من 2003 ما سوى فشي زين إلا الفساد والجرم والظلم. وسط تزاحم أنصاره أعلن الصدر عن قائمة من المطالب تنص على دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة وغلق القواعد الأمريكية ومقار شركاتها الأمنية، لكن الصدر ركز على التزامه بهدنة مؤقتة مع الأمريكيين فيما يلوح أنصاره في الشارع باستخدام القوة. وإن عاد وعدنا وعاد الله معنا جئنا نلبي كلمة الوطن ضد الفساد والمفسدين وضد المحتل، ونوجه رسالة قصيرة لهم، نقولهم اخرجوا من هذه البلد بالتنا من سفاهة أهل. وكالعادة تضمنت خطبة المرجعية الدينية تأكيدا للأحزاب الحاكمة أن حل الأزمة مرهون باختيار رئيس للحكومة الانتقالية. إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، لكن مرجعية النجف ترفض بشكل قاطع تدخل وتداخل الأجندات الأجنبية في الشأن المحلي. تقاطع التوجهات تجاوز الوسط السياسي هذه المرة إلى الوسط الشعبي، فمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير تختلف تماما عن مطالب أنصار الصدر والحشد، ولعل هذا التقاطع يفسر استمرار الأزمة في البلاد منذ بدايات أكتوبر الماضي. طارق ماهر، العربي، بغداد. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أن قواتها انسحبت تكتيكيا من بعض مواقع المواجهة في نهم شرق العاصمة صنعاء. وذكر المركز الإعلامي لوزارة الدفاع عقب اجتماع للوزير بكبار العسكريين أن قواته تخوض معارك ضارية ضد قوات الحوثي في تلك المنطقة. واحتدمت المعارك منذ 17 من يناير الحالي على جبهة نهم في أعقاب هجوم صاروخي حوثي على معسكر لقوات الشرعية قتل فيه العشرات من العسكريين. الحوثيون يعلنون بسط سيطرتهم على أهم المواقع في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
قوتها دي من جانبها قالت إنها أجرت انسحابا تكتيكيا لبعض وحداتها العسكرية في المنطقة، ولكن المصادر العسكرية الميدانية المتطابقة تشير أن الحسم انتهى لصالح الحوثيين. أسفرت المعارك منذ نحو أسبوع إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مما يوحي بأن الخيار العسكري الذي اتخذته الأطراف المتصارعة سوف ينسف عملية السلام برمتها. اشتعال المعارك في جبهة نهم يهدد عملية السلام في اليمن، أيضا إذا لم يتم التهدئة هناك سيتمدد هذا التصعيد إلى جبهات القتال الأخرى. وزارة خارجية حكومة هادي حملت الحوثيين مسؤولية انهيار جهود السلام، وأكدت أنه لم يعد هناك جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة، خصوصا وأن هذا التصعيد جاء بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء. الحوثيون أيضا أبلغوا جريفيث أن التصعيد من قبل قوات هادي المدعومة من طيران السعودية في جبهتي مأرب ونهم سيؤدي في حال استمراره إلى إنهاء عملية السلام. كما جاء غادر المبعوث الأممي اليمن خالي الوفاض، ولاشتعال جبهات القتال بالتزامن مع مساعي التهدئة دلالات تشير إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات ستبقى مفتوحة حتى إشعار آخر. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. ومعنا عبر سكايب من لوزان ياسر اليماني الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، مرحبا بك. وكأننا نشهد نفس السيناريو يتكرر عندما يأتي المبعوث الأممي لزيارة اليمن، يقع هذا التصعيد وكأنها اللغة التي يفضلها الطرفان في التحاور والتفاوض فيما بينهما في هذا الشأن المتعلق بالسلام الممكن في اليمن. أسعد الله مساك سيدي الكريم ومساء كل المشاهدين الكرام. بالفعل هناك معارك ضارية تدور منذ الأمس في جبهة نهم، وهذه الجبهة هي جبهة استراتيجية بالنسبة للجيش الوطني وبالنسبة للشرعية، ولكن على ما يبدو أن هذه المعارك أرادتها المملكة العربية السعودية وأرادتها دولة الإمارات التي لا تريد السلام لليمن ولا لليمنيين. يعني طوال 5 أعوام من هذه الحرب وكل سبل طرق السلام لا توصل إلى طرق، خاصة أن المملكة العربية السعودية والإمارات لا يريدون الحرب هذه أن تنتهي ولو على 30-40 عام قادم. ولعلنا تابعنا التواجد السعودي في المهرة والتواجد الإماراتي في سقطرة والسيطرة على بعض الموانئ والمطارات، وهذا ما يخدم المملكة العربية السعودية ويخدم الإمارات في أن تستمر هذه الحرب إلى سنوات قادمة. يعني لا يريد عملية السلام لليمن ولا للشعب اليمني. الشعب اليمني يعاني طوال 5 أعوام من القتل، من القصف، من الجوع، من الفقر، من الحصار، كل هذه بدعم ورعاية من الإمارات والمملكة العربية السعودية التي أسسوا حتى الميليشيات في المحافظات الجنوبية لمواجهة الدولة ولمواجهة إعادة الدولة. هم ادعوا أنهم جاءوا لأجل اليمن وجاءوا لأجل اليمنيين، لكن كانت هذه أكبر كذبة في التاريخ أن السعودية والإمارات جاءوا من أجل اليمن، بينما هم في حقيقة الأمر جاءوا لأجل مشاريع تخدم مصالحهم في اليمن وفي المنطقة. طيب برأيك يعني يجب أن لا نلوم اليوم الحكومة الشرعية في اليمن بقدر أن نلوم هذه الميليشيات، وأن نقول أن الكثير من الأمور تفلت من سيطرة هذه الحكومة، وأنها ليست الحكومة التي سعت إلى هذا التصعيد الأخير مع الحوثيين؟ يا سيدي العزيز، الحكومة أصبحت مشلولة شلل تام. الحكومة كان يفترض أن تعود إلى اليمن منذ 5 أعوام عندما تمت عودة قوات الشرعية إلى المحافظات المحررة في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، لكن للأسف المملكة العربية السعودية والإمارات منعت الحكومة الشرعية من العودة إلى اليمن حتى تستمر هذه الحروب. لا يريدون الحرب هذه تنتهي، وبالتالي أن الحكومة الشرعية هي أصبحت سبب كبير في هذه الحروب. وأنا في اعتقادي أن هناك عناصر داخل الحكومة الشرعية لا يريدون الحرب كذلك أن تنتهي، لأنهم أصبحوا تجار حروب ويغتاتوا على هذا الشعب المسكين، الشعب الفقير، الشعب الذي تعنى يعني للأسف الشديد طوال 5 أعوام مورست ضد كل سبل القمع والقتل والتدمير والحصار.
طيب إذن يجب أن نتصور الآن أن الموقف صعب حتى بالنسبة للمبعوث الأممي، فليس لديه طرفان واضحان بناء على ما قلتم، بمعنى أن هناك الحوثيين ولكن هو يفترض أن الحكومة الشرعية هي الطرف الآخر، ولكن الذي يسعى في الأرض إلى التصعيد مع الحوثيين هي على ما فهمته هذه الميليشيات التي تفلت من سيطرة الحكومة الشرعية المغلوبة على أمرها. يا سيدي العزيز، أولا دعني أقول لك وللمشاهد الكريم، كنا نعتقد أن عبد الملك الحوثي وميليشياته طوال 5 أعوام سيستفيد من هذه الحرب، سيجنحوا إلى السلم وسيكون هناك مشروع وطني يحمل عبد الملك الحوثي لكل اليمنيين. عندما تخير اليمني بين أن يكون إلى جانب عبد الملك الحوثي وبين أن يكون إلى جانب السعودية والإمارات، سيكون اليمني إلى جانب عبد الملك الحوثي إذا وجد مشروع وطني حقيقي. لكن للأسف الشديد عبد الملك الحوثي طوال 5 أعوام يتعنت، يريد أن تكون السلطة يعني في إطار آل البيت، وهذا لا يجوز. كان يفترض أن يحمل عبد الملك الحوثي مشروع وطني لكل القوى الوطنية، لكن ما يحصل اليوم عبد الملك الحوثي يستفيد من هذه الحرب والسعودية تستفيد من هذه الحرب. السعودية تشن هذا العدوان على الحرب على اليمن طوال 5 أعوام بذريعة عبد الملك الحوثي وميليشياته. لو تراجع عبد الملك الحوثي وقدم مشروع وطني لليمن واليمنيين سيتحالف الكل معه، سيقف الكل إلى جانبه. لكن للأسف الشديد عبد الملك الحوثي طوال 5 أعوام لم يتعلم ولم يستفيد. لذلك نحن نقول اليوم على كل القوى الوطنية اليمنية أن يذهبوا إلى السلام. الحرب لم يعد تجدي، لم تعد تجدي لليمنيين. في اعتقادي أنه يكفي معاناة، يكفي جوع، يكفي فقر، يكفي دمار، يكفي تشرد للشعب اليمني. الشعب اليمني محاصر طوال 5 أعوام يا سيدي الكريم. لا توجد جدية كذلك من الأمم المتحدة في الذهاب إلى عملية سلام. إذا نوت الأمم المتحدة في الذهاب إلى عملية سلام سيذهب الجميع إلى عملية السلام، لكن الأمم المتحدة كذلك متراخية لا تريد. ثلاثة مندوبين الأمم المتحدة تم تغييرهم، بن عمار، جمال بن عمار، ولد إسماعيل، والآن جرف، كلهم لم يصلوا إلى نتائج. نعم. ياسر اليماني الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية حدثتنا عبر سكايب من لوزان، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. سنعمل على تشكيل حكومة سياسية مصغرة. رئيس الحكومة التونسية المكلف يؤكد أن الائتلاف الحكومي القادم سيكون متناغما مع نتائج الانتخابات. أهلا بكم من جديد. أعلنت الصين تكثيف إجراءات احتواء فيروس كورونا الذي راح ضحيته حتى الآن 26 شخصا وأصيب به أكثر من 800، إذ أوقفت وسائل النقل العام 10 مدن وأغلقت المعابد وسارعت ببناء مستشفى جديد لعلاج المصابين. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تمثل حالة طوارئ صحية في الصين، لكنها أحجمت عن إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية. فيروس كورونا، اسم هذا المرض يثير مخاوف الناس في أصقاع العالم منذ اكتشاف إصابات به في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي، قبل أن ينتشر في مدن أخرى وفي بلدان مجاورة مثل تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وسنغافورة. لجنة الصحة الصينية أكدت أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس تجاوز 800، بينما سجلت أكثر من 20 حالة وفاة وفرضت قيود مشددة على المسافرين. جميع الإصابات المؤكدة بالفيروس نراها الآن في مدينة ووهان، ما يعني أن كل الحالات مرتبطة بالمدينة. المخاوف من فيروس كورونا وصلت إلى مطارات دول عربية، فقطر والكويت والسعودية والإمارات ومصر بدأت باتخاذ تدابير وقائية بوضع كاميرات حرارية في المنافذ الحدودية لفحص المسافرين، وكذلك فعلت تركيا. الإجراءات اتخذتها أيضا دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا ليصل الرعب الذي زرعه كورونا إلى الولايات المتحدة.
الجميع يرتدون الكمامة لأنهم يخشون الإصابة من أشخاص آخرين. أشعر ببعض الارتياح. تقارير منظمة الصحة العالمية قللت من شأن مخاطر الجيل الجديد من الفيروس، إلا أنها حذرت من احتمال إعلان حالة طوارئ صحية عالمية. لا نعرف مصدر هذا الفيروس ولا نفهم مدى انتشاره وسماته أو قوته. تعمل المنظمة مع شركائها ليلا ونهارا في الصين والدول المتأثرة لسد الفجوات في معرفتنا عن هذا الفيروس. بالرغم من كل المخاوف التي أثارها كورونا في بلدان كثيرة، فإن منظمات صحية وطبية في الصين وخارجها يقولون إنه من الممكن الوقاية منه والسيطرة عليه. قال رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ إن تكليفه بتشكيل الحكومة سيكون منطلقا لمرحلة جديدة لتثبيت الانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية وتدعيمه والإنصات لتطلعات الشعب التونسي. وأكد الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي حرصه على توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة حتى تنال الثقة في مجلس نواب الشعب. حكومة مصغرة تحترم النفس الثوري الذي عبرت عنه الانتخابات الأخيرة هي ملامح حكومة الوزير المكلف إلياس الفخفاخ. حكومة لا تقصي أحدا، لكنها تستثني حزبي قلب تونس والدستور الحر، حزبان لا يراهما الرئيس المكلف ضمن تصوره للحزام السياسي الذي يضمن الاستقرار لحكومته. اعتماد منهجية قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وعلى قاعدة خط سياسي منسجم ومتناغم مع نتائج الانتخابات. سيكون الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية قبل عرض حكومة الجملة على التصويت مرجع الوزير المكلف في تشكيل حكومته، وهو اجتماع ضم حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس بالإضافة إلى ائتلاف الكرامة للحصول على دعم سياسي يمكنه من تحقيق الانتقال الاقتصادي حسب قوله. نمنح بذلك للتجربة التونسية ما تحتاجه من استقرار سياسي حتى نتفرغ للانتقال الاقتصادي والاجتماعي. بدأ رئيس الحكومة واثقا في عرض تصوراته للحكومة المقبلة وبرنامج عملها، ويظهر أنه سيكون في طريق مفتوح لنيل الثقة خلال جلسة البرلمان على ضوء الدعم الذي ستوفره الأحزاب الذي اختارها لتكوين الائتلاف الحكومي. جوهريا في برامج الحكومية وفي المشروع الاقتصادي ليس هناك خلافات. لو تقرأ كل البرامج للأحزاب السياسية سواء النهضة أو اليسار الاجتماعي إن صح التعبير أو التكتل أو حزب مشروع تونس، وكل الأطراف بشريحة متقاربة. حدد إذن الوزير المكلف في أول ظهور له بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الأحزاب التي ستكون في الحكومة والأحزاب التي ستكون في المعارضة، تحديد سينطلق على أساسه في مشاوراته لتكوين فريقه الحكومي الذي قال بأنه سيكون تمثيلا حقيقيا للمرأة والشباب. حزام سياسي يعبر عن النفس الثوري، مما يعني استثناء قلب تونس والدستور الحر. خطاب مباشر وواضح من رئيس الحكومة المكلف، حدد من خلاله برنامج حكومته وملامحها في انتظار حسم مشاوراته مع الأحزاب التي اختارها لتشكيل الائتلاف الحكومي. علي الجسمي، العربي، تونس. ويبقى معنا علي الجاسمي من تونس. علي، هل توفرت مؤشرات أولية على أن حظوظ نجاح الفخفاخ ستكون أكبر من ربما أو أفضل من حظوظ سلفه الجملي؟ بالفعل، يعني اعتقد هو لم تكن هنالك ردود فعل كثيره حول خطاب إلياس الفخفاخ، باعتبار ان هذه النقطه الصحفيه تاتي مباشره بعد يوم واحد من لقائه بزعماء الاحزاب الذين سيشاركون في حكومته او في الائتلاف الحكومي الذي اعلن عنه. بالتالي هو البارحه التقى راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه ومحمد عبو التيار الديمقراطي ويوسف الشاهد عن تحيا تونس، بالإضافة إلى سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة. بمعنى أن هذا التصريح الذي أعلنه اليوم هو يأتي في نفس السياق حقيقة
في اللقاءات التي أجراها يوم أمس. ما حصل اليوم وهو الذي ربما كان واضحا ومباشرا في استبعاده لقلب تونس والدستور الحر. للأسف لا نسمع علي القاسمي. شكرا جزيلا لك بكل الأحوال علي القاسمي على ما قدمت حتى الآن. شكرا علي القاسمي مراسلنا من تونس. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن كثافة العمليات العسكرية في ليبيا تراجعت بصورة ملحوظة منذ انعقاد مؤتمر برلين واتفاق روسيا وتركيا على الهدنة. وأعربت المستشارة الألمانية في هذا السياق عن أملها في أن يتخذ حفتر خطوات إيجابية للالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة على ضرورة بذل جهود من أجل دفعه إلى ذلك. كلام ميركل هذا جاء في المؤتمر الصحفي الذي تلا لقائها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول. لقد تم قبول بنود الاتفاق من قبل المشاركين في المؤتمر، وآملوا أن يتم تناولها من قبل مجلس الأمن. كما وافق السيد السراج أيضا على هذه المواد التي تتضمن وقف إطلاق النار. لقد كان الهدف من المؤتمر أن يتولى الجميع مسؤولياتهم تجاه ليبيا، وما قيل عن السيد حفتر صحيح، لم يوقع، ونحن نعمل من أجل جعله يوافق على وقف إطلاق النار، وأن يكون اجتماع مجلس 5+5 من أجل تحقيق هذا الهدف. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا عدم مساعدة منافسي السراج خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. إذا لم يتحقق الهدوء في أقرب وقت ممكن فإن جو الفوضى في ليبيا سيؤثر على جميع دول حوض البحر المتوسط. نحتاج إلى تسريع القرار بشأن النزاع في ليبيا إذا كنا لا نرغب أن تنهض من جديد جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة والقاعدة. إن وضع حد لهذه الأزمة هو هدفنا الأكبر، ولتحقيق هذا الهدف فإننا نتعاون تعاونا جادا مع حليفتنا ألمانيا. خطة السلام المؤلفة من 55 نقطة جزء مهم من مخطط إعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، لكن نجاح هذه الخطة مرتبط بتطبيق القرارات المتخذة على أرض الواقع. ومن اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، أطلعنا على خلاصة مكثفة لنقاط الاختلاف والاتفاق ما بين أردوغان وميركل كما عبر عنها لقاؤهما اليوم. فرح، يمكن القول بأن اللقاء كان فيه ارتياح كبير من كلا الجانبين، هذا ما ظهر على كلا الوجهين، وجهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكذلك المتابعة الإعلامية من قبل الجانب التركي وخاصة المقربة من الحكومة أوحت إلى وجود تفاهمات كبيرة خاصة حول ونقاط توافق كبيرة حول ملف ليبيا، سيما أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها على ضرورة الضغط على جانب خليفة حفتر وأطرافه بضرورة منع توريد الأسلحة وعدم والضغط على هذا الطرف من أجل توجيهه للقبول بالحل السياسي والحل السلمي، وذلك قبل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وأخذ موافقته وتوقيعه على وإدخال هذا الاتفاق الذي حصل في برلين، وهو اتفاق برلين بين 5+5 والذي ينص على 55 مادة من أهمها وقف ضرورة وقف إطلاق النار. لكن الجانب التركي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد بأنه عقب هذا الاتفاق بيوم أو يومين كان هناك قصف لمطار معتيقة في طرابلس، وهذا ربما إشارة أو رسالة واضحة من جانب حفتر بأنه لا يقبل على وقف إطلاق النار. وكان هناك التباس في الكلام المستشار الأمريكي الألمانية أنجيلا ميركل حيث أكدت بأن حفتر وافق على وقف إطلاق النار ووافق على البنود 55، لكن في حينما أكد الرئيس التركي وقال هل وقع على الاتفاق، قالت بأنه لم يوقع على الاتفاق ووافق فقط على مادة وقف إطلاق النار، أي يعني أنه لم يوافق على كامل المواد مواد هذا الاتفاق. وبالتالي هناك
يوجد عدم ارتياح من قبل الجانب التركي لأن حفتر وداعميه لم يوافقوا بشكل كامل على هذا الاتفاق، في حين أن الجانب التركي أكد عزمه مواصلة دعمه لحكومة السراج وإيفاد كذلك وإرسال المستشارين العسكريين من أجل تقديم التدريب والاستشارات العسكرية للسراج وعدم تركه وحيدا على جبهات القتال حسب ما عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر هذا فيما يتعلق بليبيا. في موضوع آخر أحمد، تركيا طالما تذمرت من أن الاتحاد الأوروبي لم يفي بالكامل بالتزاماته المالية في اتفاق الهجرة، هل تم تسوية هذه المسألة وفق ما رشح من الاجتماعات؟ فرح، بالعادة حينما يكون هناك ملف الهجرة وملف اللاجئين السوريين وكذلك تقديم الدعم المالي الذي توعد به الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل مواجهة موجات النزوح، دائما ما يكون الحديث فقط مع ألمانيا وكذلك مع ميركل تحديدا، فبالتالي دائما ما كانت تتذمر أنقرة من أن الاتحاد الأوروبي لم يفي بوعوده ولم يعطي 6 مليارات دولار التي وافق على دفعها لمؤسسات المجتمع المدني التركية واحتفظ ب3 مليار دولار تقريبا حتى اللحظة. لكن اليوم كان الجواب صريح جدا من قبل الجانب الألماني، وخاصة حينما تحدثت ميركل وقالت بأن كألمانيا ستقدم الدعم اللازم لتركيا ماليا وذلك بتوجيهه إلى منظمة الهلال الأحمر التركي من أجل بناء بيوت مسبقة الصنع للاجئين أو للنازحين الذين قدموا من خلال الهجمات هربا من الهجمات الأخيرة التي نفذها النظام على إدلب وريفها باتجاه الحدود التركية. وأيضا قالت بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم أيضا بما هو مفروض عليه من دفع 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حينما تفرغ من عملية تنظيم ودمج اللاجئين الذين موجودين هم مقيمين على أراضيها ستقوم أيضا بدفع ما هو خارج وبالإضافة إلى 3 مليار دولار. يبدو أن هناك توافق جديد من أجل منع الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا وعدم فتح الحدود حسب ما كانت دائما تهدد أنقرة بأنه في حال لم يلتزم الاتحاد الأوروبي فإن أنقرة مضطرة لفتح الحدود أمام هذه موجات النزوح. لكن اليوم تحاول أوروبا ليست فقط منع اللاجئين السوريين بالذهاب إلى أوروبا، أيضا تحاول الحد من الهجرة غير الشرعية بشكل كامل على جميع الجنسيات. سما أن اليوم نتحدث فرح عن وجود موجات من اللجوء من قبل الأفغان عبر الأراضي الإيرانية إلى تركيا. شكرا جزيلا لك أحمد غنام من إسطنبول. استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني التي ذكر فيها أن قاعدة علي السالم في الكويت كانت ضمن قواعد أخرى في المنطقة شاركت في العملية التي نفذت في مطار بغداد. وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن استياء الكويت واستغرابها تكرار مثل هذه التصريحات، مؤكدا عدم مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم. ومعنا من الكويت الدكتور فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مرحبا بك. يعني نتفهم أن ردة الفعل الكويتية الرسمية باستدعاء السفير الإيراني بعد تكرار تلك التصريحات التي تزج بالكويت فيما حدث في عملية مطار بغداد، ولكن هذا لا يمنع من أن نطرح السؤال الآخر حول استخدام الولايات المتحدة الممكن جدا للأراضي الكويتية وقواعدها ضمن ما يفترض أنه تفاهمات بين الكويت والولايات المتحدة، إن كان هناك بالفعل إكراهات أمام استعمال الأمريكيين لمقدرات الكويت ضمن عمليات من هذا القبيل، أم أن هناك ما لا يمنع هذه العملية تماما من منظور كويتي؟ تفضل. نعم، طبعا لفت الحكومة الكويتية مرارا وتكرارا أنه لا صحة لهذا الخبر الذي يطلقه الحرس الثوري، لذلك الكويت أكدت واستدعت السفير الإيراني هذا اليوم
وبلغته احتجاج الكويت لما يتم تكراره في داخل إيران من أن الطائرة أطلقت أو انطلقت من مطار علي السالم الجوية، ولكن هذا الأمر طبعا الكويت تنفيه، ولا شك أن هناك قاعدة جوية، ولكن الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لابد من شروطها أن تعلم دولة الكويت إن كان هناك انطلاق شيء معين من إحدى القواعد في الكويت. لذلك يعني العلاقات الإيرانية الكويتية أساسا في الفترة الماضية منذ سنوات ليست على أحوالها الطبيعية، بل أنه حتى السفير الكويتي ليس موجودا في طهران وإنما قائم بأعمال هناك. لذلك إيران تركز على يعني هذا الخلاف الذي لا صحة له. طيب، أنت ذكرت أن هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة والكويت في هذا الشأن في إطار استعمال هذه القواعد. ما هي هذه التفاهمات؟ وهل أشرك الأمريكيون في حالات سابقة الكويت باستعمال قواعدهم هناك؟ لا يمكن أن تنطلق يعني وحدات مقاتلة سواء طائرات أو مدفعية أو طائرات مسيرة إلا بعلم الحكومة الكويتية. يعني لابد من خلال وزارة الدفاع الكويتية أن تعلم أن هناك يعني شيء قد يحدث، وبالتالي إن لم توافق الكويت لن يكون هناك انطلاق، والولايات المتحدة لديها القدرة أن تنطلق من بارجاتها في الخليج العربي، ولديها القدرة أن تنطلق من قواعد كثيرة متعددة في دول الخليج أو في الخليج في بحر الخليج. لذلك أنا أعتقد أنه المبالغة التي تطلقها إيران إنما هي محاولة لذر الرماد في العيون بعد حادثة الطائرة الأوكرانية التي انطلقت التي أسقطت بمدافع الدفاع الحرس الثوري الإيراني. لذلك يعني أنا أعتقد أنه يجب أن لا تلعب إيران هذه اللعبة وتحاول تغيير وجهة أو الأنظار أو الرأي العام العالمي إلى دولة الكويت بانطلاق الطائرات المسيرة. طيب، تمشيا مع الموقف الكويتي يمكن أن نقول أن استبعد أن تكون قاعدة علي السالم قد استعملت في عملية بغداد. إذن هذا يحيلنا على العلاقات الكويتية الإيرانية كما ذكرت وتدهورها منذ سنوات. ما الدافع إلى هذا التدهور؟ لا، هو طبعا دول مجلس التعاون الخليجي بان الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية منذ سنوات عدة. اتخذت دول الخليج قرارا بخفض التمثيل الدبلوماسي احتجاجا على دخول ومداهمة السفارة السعودية في ذلك الوقت. لذلك كان القرار قرار من مجلس التعاون الخليجي، ولكن لابد أن نذكر أن العلاقات كانت متوازنة مع إيران وكانت طبيعية إلى أن تم طبعا استدعاء القائم بالأعمال الكويتي وتبليغ احتجاج إيران في ذلك الوقت الشهر الماضي. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك يعني عقلانية داخل الحكومة الإيرانية، وأن كان ذلك يصدر من الحرس الثوري إلا أن الجانبين هما يشكلان الدعامة الأساسية في السياسة الخارجية الإيرانية، إن كان الحرس الثوري أو إن كان طبعا الحكومة الإيرانية الدستورية المعترف بها. ولكن الحرس الثوري أيضا هناك وزارة خارجية داخلية في داخل الحرس الثوري للأسف. الدكتور فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك. ونتابع بعد الفاصل. الجيش اللبناني يتدخل لوقف اعتداءات على محتجين أمام مقر مجلس النواب وسط بيروت. باشرت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مهامها اليوم في السرايا الحكومية في بيروت.
وترأس دياب الاجتماع الأول للجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري. من جانبها قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد إن رئيس الوزراء حسن دياب أكد خلال اجتماع اللجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري ضرورة وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة والإسراع في تثبيت مطالب اللبنانيين. وشدد دولة الرئيس على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، متمنياً على الوزراء أن يدرسوا ملفات وزاراتهم وأن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية، وذلك بناء على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين ومطالب الحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقياً وقطاعياً. من السواتر الحديدية إلى الحواجز الإسمنتية انتقلت الإجراءات الوقائية لقطع الطريق على البرلمان، انتقال تزامن مع الليلة الأولى لتسلم الحكومة الجديدة السلطة التنفيذية. وفيما تحصن مجلس النواب بالأسوار العالية في الليل، بدأ مجلس الوزراء بمحاولة تحصين نفسه بصياغة البيان الوزاري في النهار، أمر سيعيد الجدل حول الموضوع الأهم المختلف عليه عموديا في البلاد، وهو بند سلاح حزب الله الذي كرسه البيان الوزاري السابق عبر معادلة الجيش والشعب والمقاومة. يلي بيروح على تشكيل حكومة من لون واحد ما رح يعتن هم موضوع البيان الوزاري، وعمليا كل الأطراف في الحكومة ممكن تاخذ لجلستين ثلاثة تتناقش، إنما القرار مأخوذ، البيان الوزاري سيكون كما يريد حزب الله، لأنه هيدي الحكومة وظيفتها الأساسية إن تكون متراس أمام لحزب الله. وفيما ترصد الجهات الدولية بيان الحكومة بعين سياسية، يركز حزب الله بحسب المقربين منه على دفع الحكومة إلى بذل الجهود الاقتصادية في محاولة لحظي التأييد الداخلي. ما ورد في بيان وزارة حكومة الرئيس سعد الحريري بشأن موضوع المقاومة سيتم الالتزام به، يعني ليس الموضوع شعب جيش مقاوم بقدر ما هو إعطاء الشعب حق الشعب اللبناني بالمقاومة. أنا تقديري هذا هو الحل. المطلوب من الحكومة الجديدة حماية جبهتها الداخلية عبر البقاء على الثوابت الاستراتيجية، والمطلوب من حزب الله عدم السكوت عن فساد حلفائه في مقابل الحفاظ على الغطاء الدولي منهم، مهمة تبدو صعبة التحقيق، والأيام المقبلة ستحدد التسهيلات أو العراقيل. بالأمس كان التكليف ثم تلاه التأليف، واليوم صوغ البيان بلا تحديد للزمن، والهدف تصوير الواجبات على أنها إنجازات. هي سياسة النظام الحالي تؤجل الأزمات إلى حين انفجارها. حسين خريس، العربي، بيروت. ميدانيا قطع محتجون في انحاء متفرقة من العاصمة بيروت عددا من الطرق، لا سيما في منطقتي الكولا وكورنيش المزرعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من فتحها. يتزامن ذلك مع وضع مزيد من الحواجز والتحصينات الإسمنتية قبالة السرايا الحكومي بالقرب من ساحة رياض الصلح، عشية دعوات للتظاهر احتجاجا على حكومة حسن دياب. تدخل الجيش اللبناني لوقف اعتداءات على محتجين أمام مقر مجلس النواب وسط بيروت، وتعرض عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بوقف الفساد ومحاسبة الطبقة السياسية لاعتداء من قبل عناصر حزبية. هذا وقد ندد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بما سماه الأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون، من بينهم سيدات، وهم في طريقهم ظهر اليوم إلى الاعتصام أمام مجلس الجنوب، مؤكدا على البدء في فتح تحقيقات حول الاعتداءات على المتظاهرين. ومعنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، على ماذا أمست أجواء بيروت الآن بعد الاجتماع الأول للحكومة
ومع استمرار الاحتجاجات ومع تعرض المحتجين لمزيد من الاعتداءات. هدوء فرح يسود في هذه الأثناء تحديدا المنطقة المحيطة بالبرلمان اللبناني، إضافة إلى شوارع بيروت الأخرى التي كانت شهدت اليوم بعض القطع للطرقات، أعني هنا طريق الجديدة وكورنيش المزرعة، تلك المناطق ذات الثقل السني إذا جاز التعبير، والتي تعترض أيضا احتجاجا على تشكيل حسان دياب لهذه الحكومة التي يرفضها الشارع اللبناني. هدوء وسط إجراءات أمنية بطبيعة الحال تحضيرا للدعوات ليوم غد لاعتصامات أمام البرلمان اللبناني، ولكن هذه الاعتصامات بسبب الإجراءات الأمنية قد لا تصل إلى البرلمان اللبناني، ولكن أيضا هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على يوم غد، وإنما على ما ستؤول إليه الاجتماعات للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري. إذا هذه اللجنة تمكنت من إنهاء صياغة البيان قبل يوم الأربعاء موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة، ستتحول هذه الجلسة إلى جلسة لإعطاء الثقة للحكومة يومي الأربعاء والخميس. وفي هذه الحال هناك توقعات بمزيد من التحركات الشعبية لمنع انعقاد هذه الجلسة. كما ذكرت هناك إجراءات أمنية مشددة، هناك قرار من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاطي بحزم مع أي مخل بالأمن، وبالوقت عينه بحفظ أمن المتظاهرين والأملاك العامة، هذا ما يقوله أقله وزير الداخلية اللبنانية هنا في هذا السياق في هذه الأثناء فرح. اليوم محتجون نشروا بعض الصور والفيديوهات لعناصر يعني اعتدت على المحتجين، هل هناك مؤشرات على استجابة ما من الحكومة أو الداخلية؟ لم يكن هناك بالعكس أي تعليق حتى على هذه الحادثة، وكأنها لم تحصل، وبطبيعة الحال هذا متوقع بسبب انتماء هؤلاء لأحزاب معروفة، وهي يعني بطبيعة الحال موجودة في هذه الحكومة، وبالتالي حتى هذه الساعة ليس هناك أي تعليق أو أي إجراءات متخذة في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري من بيروت. شهد المسجد الأقصى توترا إثر قيام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المسجد عقب الانتهاء من صلاة الفجر وإطلاقهم بعض الأعيرات المعدنية. وأدى المئات صلاة الفجر العظيم بالرغم من الأجواء الباردة والإجراءات الإسرائيلية. للجمعة الثانية على التوالي يتكرر هذا المشهد، اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإطلاق للرصاص المعدني وتفريق للمصلين عقب صلاة الفجر العظيم وإخراجهم من الأقصى. وأظن أن هناك نهج وسياسة من قبل سلطات الاحتلال لأنها تعي تماما خطورة التواجد والصلاة وتحديدا صلاة الفجر، ولذلك هي الآن تحاول بشتى الوسائل استعمال القبض القوي الحديدي والفولاذي لتفريغ المسجد الأقصى وإخافة الناس. آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لحملة الفجر العظيم، حيث حملت هذه الجمعة اسم فجر الأمل، وشهد محيط الأقصى إجراءات مشددة كنشر الاحتلال لأعداد كبيرة من قواته وإجبار الشبان على تسليم بطاقات هوياتهم الشخصية قبيل الدخول إلى الأقصى، إضافة إلى إيقاف عدد من الحافلات التي تقل المصلين المتجهين لصلاة الفجر. كانت في محاسين في بعض المناطق، مشعفات عند جسر، مشعفات مسكر الطريق بازات الشمال، مش مارقينهم ومسكر الطرق، ولفينا لما وصلنا لإحنا في عدة طرق. ربنا منعم علينا إحنا في المسجد الأقصى إن نيجي كل صلاة الفجر للأقصى، وهيك أنت بتحمي المسجد الأقصى من الاحتلال يعني. حملة اعتقالات طالت منذ الليلة الماضية أكثر من 13 فلسطينيا من القدس بينهم صحفيان، ووزعت سلطات الاحتلال عشرات أوامر الإبعاد عن الأقصى خلال اليومين الماضيين. لا يزال الفلسطينيون مصممين على الاستمرار في حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى رغم التضييقات الإسرائيلية عليهم، وتهدف زيادة أعداد المصلين في الأقصى إلى الحفاظ عليه عقب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقه. أحمد جردات، العربي، القدس.
اختتم المنتدى العالمي في دافوس أعماله اليوم بجملة من التوصيات التي طالبت بتكثيف الجهود الرامية إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن نطاق السيطرة. كما طالب البيان الختامي للمؤتمر بتحقيق إجماع عالمي بشأن نشر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وضرورة بناء جسور للتعامل مع الصراعات العالمية التي باتت تشكل خطرا على نمو الاقتصاد العالمي. بعد 4 أيام من الأشغال يختتم المنتدى الاقتصادي العالمي في داووس أعماله بعد لقاءات واجتماعات وندوات بطعم المصالح الاقتصادية والتلاشقات السياسية. مؤتمر أوصى في ختامه على تكثيف الجهود الرامية إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن نطاق السيطرة، جهود يرى نشطاء البيئة أنها غير كافية. أعتقد أن الناس يراقبوننا ويتطلعون لجهودنا ونتائجنا. أنا لا أعرف كيف لا يقدر المجتمعون هنا في ديفوس ما نقوله. أتمنى أن يستمعوا إلينا في المستقبل، ولكنني أعتقد عموما أنهم يتجاهلوننا بسبب أعمارنا، وهو أمر مؤسف للغاية. البيان الختامي طالب أيضا بتحقيق إجماع عالمي بشأن نشر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وضرورة بناء جسور للتعامل مع الصراعات العالمية التي باتت تشكل خطرا على نمو الاقتصاد العالمي. نعيش في عالم أكثر عرضة للخطر. نحن في شهر يناير ولم يكد ينتهي هذا الشهر حتى شهدنا عددا من الأحداث التي تثير مخاطر في الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن هذا يتطلب من صانعي القرار التفكير في سياسات أكثر مرونة وتنظيم أقل إلزامية وسياسة تتضمن إجراءات وقائية ومبكرة. نال الشرق الأوسط حصته من نسخة هذا العام من المؤتمر، فكيف لهذه المنطقة أن تنهض إن لم تنعم بالاستقرار وبالفرص الاقتصادية؟ فهذان العاملان هما ركيزة ضرورية للوصول باقتصادات الشرق الأوسط إلى المستوى العالمي. المنتدى حاول في لقاءات هذا الأسبوع تأكيد حق الدول التي تريد النهوض باقتصادها والوصول إلى المستوى العلمي وضع حقوق الإنسان كأولوية في خططها البعيدة المدى، لكن المنتدى لم يخلو أيضا من التلاشقات السياسية بين أمريكا وشركائها الاقتصاديين، ما ينذر بتعثر جهود المؤتمر الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الدولية. قد يكون الهدف من منتدى دافوس الاقتصادي رسم خطط مستقبلية لبناء علاقات اقتصادية صلبة تؤدي إلى النهوض أكبر بالاقتصاد العالمي، لكن الحرب التجارية المستعرة بين أقطاب هذا الاقتصاد والوضع الأمني المتأزم في الشرق الأوسط قد يذهبان جهود هذا المؤتمر أدراج الرياح. هشام ميهوبي، العربي، دافوس، سويسرا. أطلقت جمعيات مدنية في المغرب مبادرة إنسانية تضامنية مع مرضى السرطان تطالب بتمكينهم من العلاج المجاني من خلال حساب خاص يمول من الميزانية العامة للبلاد. هذه الالتفاتة الإنسانية وجدت صدى كبير على المستوى الرسمي والشعبي، حيث أبدت معها فرق برلمانية استعدادها لدعم هذه المبادرة في مكافحة داء السرطان القاتل الصامت الذي يزهق حياة الآلاف سنويا بالمغرب. فتح أمامها هذا الباب بعدما هدها مرض السرطان وأسقلت كاهلها مصاريف العلاج. عائشة بالكاد استجمعت أنفاسها لتتحدث إلينا بعد إجرائها لجلسات متعبة من العلاج الكيميائي. شفت هذوك الناس اللي فيهم المرض، أنا راه بقيت صافي، قلت أنا كبيرة، هذوك الصغار مساكن تقبلته وليدي تقبلته، اللهم لك الحمد. أحيانا الصمت يحكي مرارة الوجع، وجع يستدعي التكاتف والتعاضد لتخفيفه. الحاجة خديجة أرق قلبها، طرحت مبادرة إنسانية وفتحت بابها لمرضى السرطان. الحمد لله، شكر لله على هذه المبادرة، نجحت لينا، فتحت هذا البيت، الأكل الشراب المبيت تنقل بالمجان. الحمد لله كنستقبلوا 30 حتى 36 مرأة كل يوم. يقتنصون لحظة فرح ويرسمون الأمل وإن على ورق، علهم يشفون من ألم وحش قاتل اقتحم حياتهن دون استئذان. أمل حملت مبادرات مجتمعية تطالب بإعفاء مرضى الداء الخبيث من مصاريف العلاج.
مرض السرطان حاليا البحث فيه وجد لأن كاين هناك تقريبا ما يناهز 40,000 حتى 35,000 حالة سرطان سنويا. مبادرات إنسانية التحقت بركبها وزارة الصحة بإعلانها التكفل بمصاريف العلاج المجانية للأطفال دون السادسة بانتظار تعميمها على باقي الفئات غير المشمولة بالضمان الصحي. كريم القرقوري، العربي، الرباط. تصادف اليوم ذكرى اليوم العالمي للتعليم، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدور الذي يلعبه التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وتسعى المنظمة الدولية لتأمين التعليم للجميع وتعزيز فرص التعلم. في يوم التعليم العالمي، آلاف المدارس أصبحت مراكز لإيواء اللاجئين، والقذائف غيبت الآلاف. 24 من يناير يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة يوما للتعليم. المنظمة الدولية تؤكد أن عدد المتعلمين في ازدياد سنوي. نسبة المتعلمين ممن هم دون سن 15 تجاوزت 86% في العالم. النسبة التي نشرتها المنظمة الدولية لا تعكس واقع الحال في مناطق الحروب والكوارث في العالم العربي. ملايين الأطفال في مناطق الصراعات العربية محرومون من حق التعليم، والأطفال والمراهقون في تلك المناطق بالكاد يستطيعون القراءة أو القيام بعمليات حسابية أساسية. الحروب والكوارث رفعت نسبة الأمية بشدة. الملايين من أطفال سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال غابوا عن طابور الصباح، أصبحوا مهجرين يعيشون في الخيام، يفتك بهم الوباء والجوع والبرد القارس. تحتفل دول العالم بيوم التعليم في حين تبقى المدارس في مناطق الحروب أهدافا لقصف الطائرات الحربية، ويبقى الأطفال ضحايا لكوارث وحروب لا ترحم. كما هي العادة ننهي برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن مصير الفتاة الفلسطينية التي اشتهرت صورتها وهي تنادي والدها الذي أصيب في إحدى الغارات الإسرائيلية على شواطئ غزة، لنتابع. قم لنرجع فالبحر ليس لأمثالنا، لم يجبها أبوها المسجى على ظله في مهب الغياب، دم في النخيل دم في الصحراء. ضربتهم زوارب الاحتلال الإسرائيلي أيامها استشهد والدها، فواتها أربعة وخالتها وأخوها. أنا هاي البنت. العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع ريما. لك ريما.